مستر جيمي باتشيكو قاعد معانا شويه. مستر جيمي باتشيكو كان في قناه نادي الزمالك، له كل الحق يتحدث زي ما يتكلم، ولكن فوجئنا بتصريحات ناريه تجاه النادي الاهلي تنال من بطولاته وتاريخه بشكل غريب جدا. مستر باتشيكو، حضرتك حضرت خسارة الدوري، بتشوف نادي الزمالك بيخرج على ايد النادي الاهلي ويبدو تأثير هدف قفشة لسه ممتد، بتشوف بعد كده فريقك بيخسر بطولة كاس مصر النادي الاهلي بيتوج بيها، قد تكون الصدمة شديدة عليك شوية، بس ده ما يديكش اي مبرر انك تقول اللي هنطلع ونسمعه دلوقتي. والجيش لو كان الحكم عادل كان طرد لاعب عندهم اللي دخل في كوره تدخل عنيف مع لاعب عندنا، وفي حكام كتير بتخطئ وفار كتير بيخطئ، وانا من ساعه ما جيت هنا الفتره ديت ما كسبتش ولا مباراه بخطا تحكيمي، لكن خسرنا بسبب اخطاء تحكيميه ممكن ما كانوش عادلين او الفار ما حددش الكور لصالحنا او ما قرش بيها. هم الحكام ممكن يكونوا كويسين، فاطلب منهم ان هم يخطئوا اقل معانا ويكونوا اكتر عدل معانا. في حاجه هقولها بس ممكن اكون مش مرضي لناس كتير في ان اقولها، لكن من خبرتي في مصر الدوري اللي الزمالك يكسبه واحد يساوي 5 دوريات للاهلي، لان ما شفتش الاهلي بيتضر في اي حاجه، في اي شك بيكون لصالح الاهلي. اكيد طبعا بكل احترام للنادي الاهلي ليه فضل طبعا في الفوز بنادي منظم وكبير وكل حاجه. في مصر الدوري لنادي الزمالك بخمس دوريات للنادي الاهلي، يعني ده تصريح على طريقه الساعه بخمسة جنيه والحسابه بتحسب، بس ده في تطور ملحوظ في نظريه المؤامره، كانت البطوله الحلال ب10 حرام، مستر باتشيكو لسه مستجد شويه في الموضوع فخلى البطوله بخمسة. على فكره انا بحب جدا النوعيه دي من المدربين، لان دي اكتر نوعيه من المدربين بتحط قدام لاعبتها وجمهورها وناديها كل مبررات الفشل والإخفاق. لما أنا أبقى مدرب شايف الوضع بالعقلية دي وشايف ده المنظور، إزاي هتيجي تحاسبني على بطولة؟ ولكن هنيجي نرد رد عملي فيما يخص إن هو بيقول على مدار فترة تواجده أو على مدار تدريبه للزمالك ما شافش في مرة النادي الأهلي بيتضر من التحكيم ونادي الزمالك بيستفيد من التحكيم. أعتقد أسامة عنده توضيح مهم بعيدا عن ما بداخل عقل مستر باتشيكو اللي اتكلمنا فيه. لا، هو التوضيح قبل التوضيح المهم، احنا كده بنبارك لنادي الزمالك بطولته 60 واحنا عندنا كده 43 بطوله، لكن الاهم هو انت كنت متواجد في مصر قد ايه يا مستر باتشيكو عشان تقول من تاريخ وجودي في مصر او من تواجدي في مصر ومعرفتي بالكره المصريه انا شايف ان بطوله الدوري لدى الزمالك بخمسه عند النادي الاهلي. انت اصلا ما قعدتش في مصر، انت قعدت الفتره الاولى حوالي 12 مباراه والفترة الثانية يعني ممكن بالتصريحات دي تكمل شوية، لكن بما انك بتقول انا ما فزتش ولا مباراة بالاخطاء التحكيمية فالامر بسيط جدا، نستعرض لك مبارياتك اللي انت فزت بيها بالاخطاء التحكيمية زي ما انت شايف كده. لما نكون مثلا باتشيكو بيلعب 11 مباراة، في 6 مباريات من ال 11 فاز فيهم باتشيكو بالاخطاء التحكيمية، سواء الزمالك والمصري اول مباراة ليه كان في ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب للمصري نتيجة لمسة يد محمود علاء، هنستعرض الكلام ده. كمان الزمالك وحرس الحدود ركله جزاء صحيحه لحرس الحدود ما اتحسبتش، وكمان الهدف الثاني لنادي الزمالك كان من ركنيه غير صحيحه بمناسبه الناس الكتير اللي بتتكلم عن الاخطاء التحكيميه من ركنيات. الزمالك وسموحه ركله جزاء صحيحه لم تحتسب لسموحه، ودي كانت عكس مباراه الزمالك والمصري واتحسبت للزمالك ركله جزاء اخرى ولكنها ضاعت، يعني استفاد حتى ما عرفش يستفاد من خطا تحكيمي لصالحه. الزمالك ونادي مصر، وطبعا شفنا بقى الطرد اللي حصل وشفنا مصطفى محمد وهو بيحاول يوقف الكابتن محمود عاشور، ولكن الكابتن محمود عاشور كان حريص على ان ما يضيعش وقت عشان نادي الزمالك يحقق التعادل، غير الرجاء والزمالك ذهابا في ارض المغرب وركله جزاء لم تحتسب، وكمان في العوده ركله جزاء واضحه جدا لم تحتسب لفريق الرجاء. يا راجل لعبت 11 مباراه فوق ال 50%، 6 مباريات اخطاء تحكيميه لصالح فريقك كسبت بيها، وجاي تتكلم عن التحكيم؟ طب نطلع نشوف الاخطاء التحكيميه دي بقى صوت وصوره عشان يكون كلامنا زي ما بنقول هنا بالمعلومات وبالفيديوهات. ليه الحاله ركله الجزاء دي اللي هو حسبها وين جوه ركله الجزاء هي من بره؟ طبعا التسلل ما فيهوش اي حاجه، لكن
الخطأ من بره، واللاعب هنا بقى عنده فرصة محققة لإحراز هدف. خلاص طالما خارج منطقة الجزاء الطرد إيه أصبح وجوبي لأي مخالفة. فطبعا هنا الطرد صح والقرار قرار صحيح. وأما نيجي نشوف الكرة، الكرة دي فيها ثلاث حاجات. أول حاجة أما نيجي نتفرج عليها بهدوء، في خبطة في الرجل من لعيب نادي الزمالك هنشوفها بوضوح في الكرة دي. أول حاجة عندنا في دراع طارق حامد ماسك إيده الشمال لمدافع سموحة، بعد كده عندنا إيد اليمين شد التيشيرت بتاع لاعب نادي سموحة، بعد كده الحالة الثالثة في رجل طارق في رجل لعيب نادي سموحة اللي هو أصلا لعب الكرة. فدي كانت ركلة جزاء، كان لازم حكم الفيديو ينادي حكم المباراة يشوفها. الإيد اللي هي سبورتر لو جات فيها اللي هي حملة جسمه لا يعاقب. هي جايه في انهي ايد دلوقتي؟ هنشوف دلوقتي في الحركه التصويريه دلوقتي. بص مكبرة. بص الايد، الايد بتروح فين؟ بص الايد حتى وهو بيقع. ماليش دعوه ايد دي ثانيه، هو على ايد ودي الايد الثانيه ايا كان. خلاص هنا الشكل ده بالايد ده بالشكل ده تبقى ركله جزاء، لمسه يد. النهارده جه لاعب الزمالك الونش من وراء منعه من لعب الشوط، يعني القفز على الخصم مخالفه من المخالفات التي تستوجب الركله الحره المباشره، وارتكبت من مدافع ضد مهاجم داخل منطقه جزاء المدافع تتحول الى ركله جزاء. خلاص يبقى دي كانت ركله جزاء صحيحه لحرس الحدود. ادى ركنيه، هل الحارس لمسها؟ لمسها. طب ايه المشكله؟ ما هي بقت ركله مرمى، ما جايه من لاعب الزمالك. ماشي. هي اتنفذت ركنيه اللي جا منها الهدف. وانا بيسعدني ان انا اكون معايا ديرموت جالجر، واحد من اهم حكام الحكام في تاريخ البريمير ليج. يعني طبعا انا سالته على الكره الاول بتاعه احمد عيد، الكره اللي كان عليها جدال كبير جدا اللي احنا شايفينها قدامنا، وانا والله ما اعرفش هو كان هيقول ايه يعني، بس الراجل بيقول ان هي بينالتي على احمد عيد لصالح الرجاء. لصالح الرجاء. هو حاجه من الاثنين، يا بتشيك ومش بيتفرج على الماتش من ارض المباراه، يا حتى ما بيفكرش يتفرج على الماتش في اي اعاده، او ان الكلام اللي اتقال له قبل الهوا اطلع قول كده ده كلام كويس جدا هيعجب جماهير نادي الزمالك. اعتقد اخطاء تحكيميه واضحه جدا، وبالمناسبه احنا اتكلمنا عن كابتن احمد الشناوي عشان تعقيبه بس على لقطه او طرد اف سي مصر، جبنا له قبل كده لقطه ايمن اشرف مع النجم الساحلي وكان كلام مختلف لان دي مش فرصه محققه، لكن دي ست مرات من اصل 11. لكن في كلام تاني برضه عن اخطاء تحكيميه لباتشيكو. ممكن يكون عندك حسن نيه وتقول ان مستر باتشيكو في الولايه السابقه ما شافش اي مجاملات تحكيميه لنادي الزمالك، وارد. وتاثير البطولات اللي قلنا عليها اللي خدها النادي الاهلي مخليه مش فاكر او مش مركز حاليا، وارد. طب نروح بقى لحاجه مش وارده، انه برضو الزمالك كان له مجاملات تحكيميه سارقه في عهد مستر باتشيكو في ولايته الاولى اللي نتج عنها فوز الزمالك بالدوري. نستعرضها عندنا مباراه الزمالك والمصري، ركله جزاء غير صحيحه، الزمالك والمقصه 3-1 الهدف الثاني كان من تسلل، الزمالك والاسيوطي 3-1 ركله جزاء غير صحيحه، الزمالك والجونه 2-0 ركله جزاء غير صحيحه ايضا، والزمالك والعاب دمنهور 2-1 ركله جزاء صحيحه لم تحتسب لدمنهور. ومحتاجين نطلع ونشوف الحالات بالفيديو عشان نرجع نعاقب. على مين؟ بظهره على احمد علي. اوكي. كان يجب احتساب الحقيقه الفاول، الفاول الاول، ولو اتحسب الفاول لصالح المدافع ما كانش هتتحسب ركله. المدافع ده كابتن مدحت جوه. المدافع جوه. والخطا اتجاهه من بره لجوه. نعم. اتجاه الخطا من بره، يعني الامتداد هنا هيكون فين؟ جوه. لا امتداد الخطا اذا في امتداد هيبقى بره منطقه الجزاء. بره الاثنين هنا برضو كان لازم هنا بالمنطق يا محمود، الراجل خرج بره خلاص ارتكب الخطا بره، اذا هنا ركله الجزاء غير صحيحه. الحاله الاولى كانت احتساب ركله جزاء. مين اللي لعب الكوره؟ الكوره اتزقت فين؟ اتزقت بالقدم الليموني بالحذاء اللي الشراب بتاعه اسود بالمدافع. طالما لعب الكوره اذا اللي بعد كده مش هنحاسب عليه اللاعب، اذا ركله الجزاء غير صحيحه والقرار كان غير صحيح. بتحط نفسك في مواقف بايخه. انا نفسي تبص على لقطه ايمن حفني، ربنا طبعا يشفي بنته، والهدف بتاع مؤمن زكريا التسلل. انا ده الهدف الوحيد اللي انا موافق عليه انه يتحسب تسلل. ماشي، وانا خلاص مش هتكلم فيه، هتكلم في لقطه ايمن حفني والله عشانك وعشان مؤمن ربنا يشفيه. امين يا رب.
اللقطه بتاعت ايمن حفني والدفعه من بره والكره كلها بره والمدافع نفسه بره وبنتكلم في ركله جزاء. يا مستر باتشيكو، اي تصريح اتى بك الى الاهلي خط احمر؟ اعتقد كان فكره مغلوطه تماما انك تسمع كلام حد، وغالبا انت رددت وراك كلام، بس تحطش نفسك مع الاهلي خط احمر في تصريحات تحسب عليك وقد تحسب عند جمهورك بشكل واضح. حابين بس ناكد ان بعض الاخطاء دي برغم تاثيرها، ولكن الزمالك قدر يفوز في بعض المباريات حتى لانه من غير الاخطاء دي، عشان بس نكون واضحين.